اهلا وسهلا فيكم متابعينا متابعين برنامج وسم. في حلقة اليوم راح نبدأ حلقتنا لليوم مع الاعلامي الكوميدي باسم يوسف، وكيف قدر ينقل معاناة الاهالي في غزة على طريق الكوميديا السوداء. وبعدها راح ننتقل بعد قصف مشفى المعمداني مشفى القدس في غزة تحت التهديد، واخيرا مع سبيستون قناة شباب المستقبل وتضامنا مع شعب غزة. تابعونا. الإعلامي الكوميدي باسم يوسف يناصر الفلسطينيين على طريقة الكوميديا السوداء. طبعا باسم يوسف هو مقدم أو إعلامي مصري شهير، ونعرف البرنامج يلي كان يقدمه يلي كان اسمه البرنامج، هو برنامج فكاهي ويلي كان بيحكي فيه عن قضايا الشعوب العربية وخاصة الشعب المصري بطريقة فكاهية. تم استضافته من قبل الإعلامي البريطاني بريس مورغان، والحلقة يلي كانت عم تحكي فيها عن الحرب بين غزة بين حماس وإسرائيل، وحصدت تفاعل كبير بين الجمهور لتسجل أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال عدة أيام من بثها. لتفاعل الجمهور العربي والغربي مع الحلقة، وطلب عدد كبير من الأشخاص في الغرب إنتاج حلقة ثانية مع باسم يوسف ليفهموا القضية الفلسطينية أكثر، وأنه كان عندهم مفاهيم خطأ عن القضية الفلسطينية والصراع في غزة. أعلن بريس مورغان عن نيته باستضافة باسم يوسف في حلقة تانية بعد ما غرد على منصة إكس إنه هي الحلقة هي أكثر حلقة جابت مشاهدات خلال مسيرة برنامجه. خلونا نتابع جزء من المقابلة ونرجع لتعليقاتكم. وهلا انتقل لتعليقاتكم أعزائنا المشاهدين، وأول تعليق مع باسم يوسف نفسه. باسم يوسف يلي نشر منشور بعد ما أخذ صورة لحلقته يلي جابت 15 مليون مشاهدة، وحلقة سابقة مع سفير إسرائيلي في نفس البرنامج من سنة جابت نفس عدد المشاهدات، وكتب شوف أنت جاي منين وأنا جاي منين، شوف أنت رحت فين وأنا رحت فين، شوف أنت تبقى مين وأنا أبقى مين، ده اللي عملته بحياتك أنا عملته في يومين حرفيا. وهي جزء من أغنية مشهورة في مصر. أشرف الوزير علق: الإعلامي المصري باسم يوسف عمل حلقة عظيمة مع بريس، لدرجة أنه كل تعليقات الأجانب على الحلقة على اليوتيوب تطلب استضافة باسم يوسف أكثر من مرة لسماع الطرف الآخر بوضوح، لأنهم أول مرة بسمعوا التفاصيل دي. محمد والناس علق: أجمل أحايا سمعتها في حياتي. أحمد صلاح عبد العزيز علق: عجبتني جدا الإحصائيات يلي عملتها قبل اللقاء، تحياتي لك، أنت ذكي جدا وبتلعبها صح، وبإذن الله هتكسب الجولة الثانية. بعد المجزرة يلي حصلت بمشفى المعمداني في غزة ويلي راح ضحيتها قرابة 1000 قتيل، سلطة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء مشفى القدس في غزة من أجل قصفه. طبعا مشفى القدس تابع للهلال الأحمر بإشراف من الأمم المتحدة، وداخله أكثر من 12 ألف نازح وأكثر من 400 مريض. النازحين في غزة بتجوا على المشافي لأنها أساس تحت إشراف منظمة الهلال الأحمر الدولية ومنظمة الصحة العالمية، ويلي هي مراكز ممنوع استهدافها من قبل الكيان الإسرائيلي، ولكن ما في شيء محرم على المجرمين. في سوريا تم استهداف مشفى القدس بحلب من قبل الطيران الحربي الروسي، وفي غزة تم إبلاغهم أن المشفى القدس راح يتم قصفه، وتم قصف مشفى المعمداني وهي المجزرة يلي ارتكبها قتلت الأطفال في سوريا وفلسطين تحت أنظار العالم أجمع دون ورود أو دون تدخل أي دولة أو أي جهة، ليستشهد مئات الأطفال والنساء والمصابين داخل المشافي. حتى طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مشفى القدس بغارات ليلة الأحد الماضي. الله يرحم جميع يلي قتلوا ويشافي المصابين ويحمي أهلنا بغزة. خلونا نتابع مشاهد من داخل مشفى القدس في غزة.
طبعا هاي مشاهد من النازحين داخل مشفى القدس يلي عم يعيشوا اجواء الرعب. حاليا انتقلت تعليقاتكم وعلق محمد العرامي: مشفى يضمض من اتاه كليمة، ما ذنبه كي يجعلوه جحيمة. إناس بدوي علقت: الاحتلال يقصف محيط مشفى القدس في قطاع غزة، حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، اللهم كن معهم. جهاد الجندلي علق: العدو يستعد لارتكاب مجزرة أشد هولا من مجزرة مشفى المعمداني، وهذه المرة بمشفى القدس. انتبه مخيمات: الدفاع المدني السوري يضع شاخصة بأحد الطرقات العامة للتنبيه من وجود مخيمات قرب الطريق، لينشر على صفحته على فيسبوك بعدها: ربما لا توجد هذه الشاخصة حول العالم إلا في سوريا، فالمخيمات تتحول لوطن مع غياب المحاسبة للمجرم الذي يحرمهم من حق العودة الآمنة. هاي الشاخصة اللي وراها راح تلاقي كمية قهر وألم كبيرة، حلم بالعودة للمنازل، حلم بالنصر، ورا هاي الشاخصة في كمية قهر وصبر لا توصف. في أيادي عم تتوجه للسماء لتدعي ربها أنه يفرج عنها وعن المسلمين أجمعين. خلونا نشوف الصورة ونرجع لتعليقاتكم. وحاليا منتقل تعليقاتكم أعزائنا المشاهدين، وعلق أكرم أبو الفوز: انتبه الأسد دمر بيوتهم، انتبه الأسد هجرهم من مدنهم، انتبه مخيمات. وائل أبو المعتصم معلق: بس في الشمال السوري المحرر موجودة، حسبي الله ونعم الوكيل. أبو بكر السقا علق: انتبه مخيمات، لوحة فريدة من نوعها لا تتواجد إلا في الشمال السوري، لوحة يختبئ خلفها الكثير الكثير من المعاناة والآلام. قناة شباب المستقبل توجه رسالة تضامن مع غزة من خلال شخصية فلفول الشهيرة في قناة سبيستون، وإلقاء كلمة مميزة ومؤثرة للمشاهدين ولشباب المستقبل. ولكن الرد الغريب كان من شباب المستقبل نفسهم يلي كبروا وعرفوا الحياة، عرفوا عدوهم، وعرفوا أنه الحياة مو مثل ما تمنوها لما كانوا صغار هدول الشباب، ولا مثل ما كانوا يحلموا فيها، وأنه الحياة مختلفة جدا عن الشيء يلي كانوا يعتقدوه. خلونا نشوف الفيديو ونرجع على تعليقاتكم. حاليا انتقل لتعليقاتكم أعزائنا المشاهدين، وعلق أحمد قاسم: شباب المستقبل ناموا تحت التراب بعدما كانوا يحلمون بوطن جميل وحياة محترمة. سفيان درهم علق: شباب المستقبل لم يكن مثل ما تمنى. وردت سبيستون عليه في التعليقات: تذكر دوما أن الأمل جهد وعمل، والجهد لا يضيع. أناقض طالبة علقت: شباب المستقبل لقد أو قد رحل. مريم إبراهيم علقت: أخبروا سبيستون أن شباب المستقبل مردغتهم الحياة، وأخبروا كونان أن قضايا حياتنا لم تحل إلى الآن، وأخبروا ريمي أنه لم يعد لدينا الأمل في الاستمرار في تحقيق حلمنا، وأخبروا فلونا أن العيش في جزيرة أجمل من العيش في عالمنا، وأخبروا أنا وأخي أننا استسلمنا للآلام، وأخبروا سالي أننا أصبحنا مثلها وأن جرح الزمان ما طاب. وحاليا انتقل لفقرة من أقوالهم، وغرد أنور مالي: من لم يتعاطف مع السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين والأحوازيين وهم يقتلون ويبادون ويقصفون ويقطفون من ميليشيات إيرانية فلا خير يرتجى منه مع ما يجري للفلسطينيين حتى وأن أغرق الأرض بدموع تماسيح الدنيا. دكتور فيصل قاسم غرد: آثار الحروب كالمرض لا يشعر به سوى صاحبه، كان الله بعون الشعوب التي حرقتها نيران الحرب وتعاني اليوم وحدها.
استاذ الدكتور عبد الكريم بكار غرد: يريدون منا أن نبكي وننكسر ونيأس ونفضع، لن نبكي ولن نيأس، وسيخرج من تحت أنقاض كل مبنى هدموه عملاق يبني ويكمل مسيرة التحرير نظام البغي والفصل العنصري إلى زوال مهما طال الزمان. ولهو بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائنا المشاهدين، أتمنى تكون عجبتكم، واكتبونا آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.